مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم. بشكل عام برج السرطان إنسان جدا متواضع، جدا حبيب، جدا كيوت، والأهم من ذلك كله هذا الإنسان أبدا ما يهمه الماضي تبعك، أوكي؟ ما يهم مثلا إذا سبق لك الارتباط، سبق لك الانفصال، عندك أبناء من زواج آخر. هذا الشخص أبدا ما ليست لديه عقدة اجتماعية خاطئة أبدا، وهذا شيء جدا ممتاز، لأنه راح يأتي في طريقك وأشوف أنه ما يهتم بالماضي تبعك وما يحكم عليك من أجل الماضي تبعك، وهذا شيء جدا إيجابي. أول شيء راح أجاوبه هني برج السرطان، ما هي راح تكون على الأغلب حروف اسمه؟ عندنا حرف الهاء، الحروف الأخيرة في الأبجدية، حرف الهاء، حرف الميم أيضا تكرر عندي، وحرف اللام. برجه هذا شخص طاقته هوائية، أوكي. عندنا هني برج الحوت موجود، الأبراج المائية موجودة بقوة في قراءتك، الحوت، العقرب، ولكن الميزان أيضا موجود، الأبراج الهوائية والميزان موجودين، أوكي، لأنه طابعه جدا هادئ، صح هادئ، بس اتق شر الحليم إذا غضب. ما يغضب هذا الشخص هو الفظاظة، إذا شاف مثلا أحد قاعد يصرخ على شخص ثاني، أو أحد قاعد يعامل شخص آخر بشكل غير لطيف، هذا الشخص يستفز هذا النوع من الفظاظة والتعامل. ولكن غير عن كذي إنسان جدا هادئ وأعصابه هادئة وجدا كيوت. خلينا نشوف وقت اللقاء بينكم. هذا الكرت يقول لي وقت اللقاء راح يكون على الأغلب دائما في ثالث أسبوع من الشهر، أو بيكون في آخر جزء من السنة. يعني مثلا نقسم السنة إلى 4 أجزاء، كل جزء في السنة يكون 3 أشهر، صح؟ بيكون في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من الشهر، أو في الثلث الأخير من السنة، أوكي؟ لأن هنا على وشك أن احنا نغلق، لحين ما انتهت عندنا السنة، لحين ما انتهى الشهر، بس قريب أن ندخل في الشهر الجديد. هذه هي الطاقة اللي أمامي، أوكي؟ وعلى الأغلب بيكون وقت اللقاء بينكم هو وقت أنت يا برج السرطان عندك موعد في مكان معين، موعد من أجل الزيارة، أو موعد من أجل علاجك، أو علاج أحد عزيز عليك، ممكن يكون في المستشفى، ممكن عندكم موعد لزيارة أحد الأقرباء، أحد الأشخاص. فهني انت على الاغلب انت اللي يا برج السرطان عندك موعد قاعد تحضر من اجل هذا الموعد، اوكي؟ هذا بخصوص وقت اللقاء. خلينا نشوف الحين مكان اللقاء وين راح يكون. اول شيء راح اوصف لكم الوضع، اشوفك انت يا برج السرطان معاك احد في هذا الوقت، في هذه اللقاء انت معاك احد، وهو راح يكون لحاله، احتمال انه قاعد واقف، قاعد اشوفه واقف وراء شيء، اما واقف جنب سيارة او وراء سيارة، جنب طاولة اذا بيكون مثلا مستشفى، جنب طاولة او وراء حاجز والطاولة. انا مثلا راح يكون هو الصيدلي، او هو فني المختبر، او هو الطبيب او الممرض. ففي حاجز جسدي، حاجز فيزيكال يعني، موجود لما يكون وقت اللقاء، هو قاعد يستند عليه او واقف وراءه. اتمنى ان يكون وصلت الفكرة. خلينا نشوف الحين مكان اللقاء. على الاغلب هني عندكم انتو موعد لزيارة اشخاص من اجل تعزية، مناسبة دينية، او ايضا موعد مستشفى من اجل المراجعة، مراجعة روتينية. اذا مو من اجلك بتكون من اجل احد قريب منك او صديق اليك، وقاعد تذهب معهم وترافقهم إلى هذا الموعد، أوكي؟ هذا هو مكان اللقاء، لأن أشوفه هو في هذا اللقاء كأنما أيضا ينتظر أحد من أجل أن يساعده، ولابس كوت، ممكن يكون الكوت الأبيض تبع التمريض، تبع الصيدلة، لابس كوت أبيض. مواصفات شكله في هذا الكارت.
وهذا اللي تلاحظون في هذا الكارت، هاي الطاقة اللي خبرتكم عنها برج السرطان. هو راح يكون لابس لبس شبه رسمي من أجل أن يخدم الناس، موجود من أجل أن يساعد الناس، يخدم الناس، يرشد الناس. حتى احتمال كبير أنه يكون هذا مكان عمله أو مكان انتظاره. زين، ملابس رسمية على الأغلب، يعتمد على بلدكم. لونها اللون يغلب عليه الأبيض أو الألوان المحايدة، يعتمد على بلدكم. ممكن يكون لابس كوت الطب أو التمريض، أو لابس الثوب اللي يلبسونه في دول الخليج، فيعتمد هني على البلد. أوكي، مواصفات شكله بعيد عن ما يلبس. هذا الشخص يميل لونه إلى الفاتح، حنطي أو أبيض، على الأغلب أبيض. يعني لو صاير حنطي بيكون من الشمس. أوكي، وسيم، شعره أسود غامق، عنده شامة، ولكن هاي الشامة صعب انك تلاحظها بوجه السرطان، لان هاي الشامة قريبة من 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 شعره، قريبة من جبهته، من رأسه، او قريبة من اصابع يده. فهني بعض الاشخاص عندهم شامات في منطقة شوي مخفية، هذا من احد علاماته لو انت بتلاحظها. لابس شيء رياضي، اما الحذاء اللي لابسنه وقتها بيكون رياضي، نعم صح لابس ملابس رسمية او الكوت الرسمي، ولكن اما الساعة اللي لابسنها رياضية او الحذاء، في شيء رياضي في لبسه، خالط اللباس الرسمي مع اللباس الكاجوال او الرياضي. انزين، في شيء رمادي ايضا في ملابسه، احتمال الحذاء وانتو بكرامة. وقلت لكم ايضا احتمال انه هو، ولا ما خبرتكم، احتمال كبير انه يكون هذا الشخص يلبس نظارة طبية، ولكن مو شرط، واحتمال جدا كبير. انزين، خلنا نشوف الحين اطباعه. ماذا راح يكون انطباعك عنه اول ما تلتقون؟ هذا شخص هو بطبيعته العادية شديد الحياة او منطوي على نفسه، ولكن شوفوا لانه عنده نوع من التناقض، لانه جدا يحب ان يساعد الاخرين، فحبه لمساعدة الاخرين يخليه يتكلم ويتكلم بشكل أكثر من المعتاد على الأقل بالنسبة له هو. فتشوفه دائما يتكلم ويشرح، كريم في أنه يشرح للآخرين مكان شيء معين. مثلا توصلون فتسألون عن منزل شخص فلاني، أو تسألون عن غرفة دكتور فلاني، أو طريقة أخذ دواء معين، فهذا الشخص راح تشوفونه جدا كريم في أنه يشرح. انزين، بشوش جدا، لطيف في الكلام، لطيف كلامه، صوته جدا هادئ. انزين، ولكن يحب ان يتكلم معه، خصوصا كبار السن، جدا يحب ان يتكلم معهم لانه هو مقرب من اجداده الموجودين. انزين، خدوم، متواضع، لا يحب لا ينجذب للشخص اللي انت حسك برج السرطان اول وقت اللقاء. يمكن راح يكون في احد اخر في المكان، امرأة اخرى لباسها افضل، شكلها افضل، مثلا جذابة اكثر، راح تنظر وتعتقد انه راح يساعدها بشكل افضل لان شكلها يمكن مميز او جذاب. هذا الشيء ابدا غير صحيح مع هذا الشخص. هذا الشخص لا ينجذب الى المظاهر، لا ينجذب الى الشكل، لا ينجذب الى العطر، ينجذب الى روح الشخص. لما تكون روحك من داخل جميلة، مرتاحة، لطيفة، طيبة، راح يحس بالتوائم او توافق، شو يسمونها، تآلف سريع معاك. انزين، جدا جدا يحب الكلام مع كبار السن، واحتمال كبير ان اول وقت لقائكم اول مرة راح يكون لان عندك احد شوي كبير السن، او انت برفقة احد الوالدين، فتشوفه انه يشرح لهم، يخرج حتى يبتعد عن الحاجز اللي هو موجود جنبه، ويتعنى ان يشرح لهم او ياخذهم الى المكان. زين، ذكي، انسان ذكي، يملك شهادة جامعية، متعلم. زين، هذه هي اطباعه برج السرطان. خلينا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج. بشكل عام هذا شخص ماديا غير محتاج، راح اعطيك فكرة عن وضعه حتى بعيد او قبل ان تلتقي فيه.
هذا الشخص يأتي من أسرة جيدة، أسرة لا تملك، ما عندهم أي قلق مادي، على الأقل أقل تقدير راح تكون متوسطة المستوى. فهذين الأشخاص ليس عليهم ديون، ليس عليهم متاعب مادية، ليس عليهم، ويأتون من 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 عائلة كانت تملك، أشوفهم الكثير من المنازل، يعني جدهم أو والدهم يملك الكثير من المنازل ملك، فلذلك تشوفهم مرتاحين ماديا لأن أسسوا نفسهم من زمان. أوكي، هو أيضا يعمل وعمله ممتاز كصيدلي أو كطبيب أو كممرض أو كصيدلاني، فعمله أيضا فيه دخل جدا محترم. ولكن بما أني قلت لك هذه المعلومة، هذا شخص لا هو ولا حتى أسرته لا تهمهم المادة، بالنسبة لهم غير ضروري، ولا حتى يشعرون بالراحة مع الأشخاص اللي تهمهم المادة أو تهمهم المظاهر، بشكل طبيعي لا ينجذبون لهم. فبما أني عطيتك هذه المعلومة هني راح أقول لك شنو راح يقدم لك، لأنه هو أساسا شخص لا تهمه المظاهر والمادة، فهني أشوف أنه راح يقدم لك الأشياء في البداية، الأشياء المتعارف عليها الضرورية، ومنها المهر، ومنها شبكة الزواج. ولكن مثلا لما تروح تختار شبكة الزواج مع هذا الشخص، اختار الشيء الطبيعي المتعارف عليه المقبول، لا تروح الأشياء اللي جدا أسعارها مرتفعة، لأن في بيئتها عنده هو راح يكون في علامة استفهام، طلبات مثلا مادية زائدة. نعم في بعض الزواجات الزوج والزوجة أو الأشخاص المرتبطين ينجح في هذا الوضع لأن أثنينهم يحبون المادة وأثنينهم يحبون المظاهر. هذا الشخص لا يحب المظاهر وإن كان يملك المادة، بالعكس يحب التواضع، يحب الشيء البسيط الراقي الناعم اللي ما يخرج عن المتعارف عليه. فهني ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ راح يقدم لك كل محبته ومحبة أسرته. انزين، لان هذا الشخص راح هو قريب من اهله، وانت بالذات هذين الاسره اذا دخلت عليهم لن تدخل عليهم برج السرطان باعتبارك شريك لابنهم، لا، انت تدخل عليهم باعتبارك خلاص فرد جديد من العائله، قريبين من بعض بهذا الشكل ويعتبرونك بهذا الشكل. اوكي، فاهله راح يكونون اهلك بعد فتره قصيره، هذا هي طبيعة العلاقة، وهذا هو ما يقدم لك هذا الشخص وهذا الزواج. راح يشجعك على إكمال التعليم، أو على الأقل حتى لو أنت كملت تعليمك ولا ترغب في الدراسة، راح يشجعك على أن تعمل، على أن يكون لك هوية خاصة حتى بعيدا عنه. هذا شخص لا يرغب بأن يضعك في قفص ذهبي ويبعدك عن الناس أبدا، وراح يشجعك أصلا لأن شوفوا علاقتهم وطيدة، علاقة بأفراد أسرته قريبة وجدا ممتازة مثالية حتى، فراح يشجعك حتى أنت على أن تصبح أقرب مع أهله ومع أهلك، حتى مع أهلك راح دائما يشجعك على زيارتهم، على صلة الرحم، على حتى أن تأخذ لهم الهدايا أو تذكرهم شيء من الأشياء، عرفتوا؟ تساعدهم. وقبل الزواج بالذات هني مع هذا الشخص راح دائما يحرص ان انت عندك موبايل وانترنت، يعني مثلا لو اخترب موبايلك هذا الشخص راح طبيعته ياتي لك بموبايل جديد بباقة انترنت عشان يحرص انه هو يستطيع التواصل معك، يحب انه دائما يكون في طول اليوم تواصل رسائل بينك وبينه، مثلا في الواتساب دائما يسأل عنك ويعرف انت وين، وين راح تروح، شلون راح يكون يومك، ما هو برنامجك. هذا شخص راح يكون قريب منك. اوكي، المهر اللي راح يقدمه لك معقول، الشبكة اللي راح يقدمها لك معقولة، لا شيء مادي يعني يخرج عن العقل والمنطق، على حسب عرفكم اللي متوافقين عليه. انزين، الزواج نفسه راح يكون مرموق، المستقبل اللي امامكم مرموق، لانه هو شخص جدا متعلم وله مستقبل باهر. خلنا نشوف الحين أسرته. هذا الشخص شريكك القادم في طريقك، هذا آخر ابن
لم يتزوج وأصغر، لأنه هو أصغر ابن لحد الآن موجود في البيت ولم يتزوج في العائلة. كل إخوانه وأخواته الكبار تزوجوا وأغلبهم خارج المنزل ما عدا هو، بحكم سنه. سنه راح يكون قريب من سنك أو حتى أصغر منك بسنة سنتين. لأن قلت لك هذا شخص، لو تذكر في القراءة من ساعة قلت لك هذا شخص لا يهتم بأن بالأشياء التقليدية، الأفكار التقليدية، أن دائما مثلا المرأة لازم تكون أصغر من الرجل دائما، لأني أعزب ولم يسبق لي الارتباط فلازم أرتبط بمثلا امرأة لم يسبق لها الارتباط أبدا، ما عندهم، خصوصا هو ما عنده هاي الأفكار الرجعية التقليدية اللي يمكن الكثير من المجتمع يكونون يتبنونها بس مو هو. فهذه الطاقة تشجع، لو قلتوا لي مثلا أنا والله من برج السرطان مطلقة أو أرملة أو سن شوي كبير، عادي مثلا أنه يكون هني سنك 35 وهو سنه 29 أو 28، أبدا ما عندهم، ما راح يكون في مشكلة أمامكم من أجل الارتباط، خصوصا عنده هو راح يكون متمسك فيك وما راح يكون سبب من أجل أن يترك العلاقة. انزين خلينا نشوف الحين وين راح تعيشوا. راح يكون لديكم خيارات، لا تنسون ان هذه عائله تملك الكثير من الملك، المنازل، كذا عقار، شوف كل العقارات او المنازل اللي يملكونها قريبه من بعض، يعني منزل وقريب منه ايضا يملكون بستان او مزرعه، وقريب منه ايضا يملكون بيت الجد وبيت اخر، كله تقريبا في نفس المنطقه. انزين بخصوص السكن، نصيحتي لك وإن كنت راح تملك معاه خيارات برج السرطان، تستطيع أن تسكنون خارج في مثلا شقة مستقلة، أو تستطيعون تسكنون في بيت من ملكهم، أو حتى تسكنون مع أهله. هذا الشخص راح يفيدك كثيرا أنه في البداية تسكن قريب من أهله، يمكن معاهم في نفس المنزل لأن منزلهم أشوفه كبير، وأخواته كانوا الكبار قبل سكنوا في المنزل، لأن في أقسام مخصصة لكل شخص، لكل ابن من أبنائهم، فسكنوا فيه ولكن بعدين استقلوا في منازل خاصة فيهم بعد عدة سنوات. أشجعك أن أنت تسلك نفس الدرب، أن في البداية تسكن مع أهله، لأن فعلا أهله راح يصيرون قريبين منك مثل أهلك، وراح يفيدك الارتباط معهم وأن تكون قريب منهم لأنهم أشخاص مفيدين غير مؤذين، زين، حتى في علاقتك مع الشريك. وبعد فترة تقدر شوي شوي ان يمكن تسعى على ان يكون بيتك مستقل بعيد، ولكن تعرفون هذه المرحلة افضل ان تأتي بعد الابناء، بعد ما تكبر الاسرة. ولكن امامك خيارات مع هذا الشخص، انزين، وراح يعطيك هني ايضا خيار بان انت تعيد تأثيث مكان موجود لديهم اصلا، عقار موجود لديهم اصلا من قبل، شقة موجودة في بيتهم او منزل قريب اخر من منزلهم، عندك خيار ان انت تعيد تجديد هذا المكان وتسكن فيه. انزين خلينا نشوف الحين ماذا سيحب فيك هذا الشخص، ماذا سيعلق فيك. قلت لكم هذا الشخص ينظر الى روحك، لا ينظر الى شكلك او جسدك او هذه المظاهر. فهني ماذا سيحب فيك؟ راح يكون الاحترام، اللطافة، اوكي، نفس الاشياء اللي هو تشوفها في اطباعه، اذا شافها فيك راح يحبها، مساعدة الاخرين، احس ان قلبك طيب، ما يحب طاقة الشك، ما يحب طاقة فظاظة اللسان، ما يحب طاقة اي طاقة سلبية، ما يحبها. هذا الشخص راح بسرعة تشوفه يستجيب بشكل سريع اذا كانت طاقتك ايجابية بشكل عام، اذا كانت طاقتك سلبية راح يهرب بشكل سريع ايضا، ما عنده تحمل لأي شيء سلبي. إنزين يحب إخلاصك لأهلك، إن أنت تكون قريب وتحترم الأهل، وايد ضروري عنده تحترم أهلك وأهله، تعامل بشكل جيد أهلك وأهله، قريب منهم، من أهلك وأهله، وايد ضروري عنده، أوكي. وقلت لكم ما يفرق معاه لأن هذا ثلاثة، فما يفرق معاه إن أنت سبق لك الارتباط أو سبق لك الزواج أو عندك حتى أبناء من زواج سابق أو أرملة أو مطلقة، ما يفرق معه، ما راح يكون هذا هو السبب اللي من أجله يقرر أنه يرتبط أو يقرر أنه يبتعد أبدا،
ولا حتى أهله ما راح يكون في معارضة من هذا القبل. ولكن في شيء لازم أقوله برج السرطان عشان يكون فعلا بلغت الرسالة مع هذا الشخص. هذا الشخص لا تستطيع إذا أنت روحك كانت مريضة تعبانة تمر بمرحلة سلبية، ما تستطيع أن تخدعه بأن تخليه يعتقد العكس، أن أنت إنسان جيد وأنت إنسان سيء مثلا، أن أنت إنسان قلبك طيب ولكن في الحقيقة قلبك متشائم. حتى التشاؤم خليه يبتعد عنك ترى. فضروري أن تجهز نفسك، تجهز نفسيتك وقلبك حتى قبل أن يدخل حياتك. والحين بسحب لكم كارت عشان نشوف هل راح يكون من منطقتك أو منطقة أخرى، من دولتك أو من دولة أخرى. هذا الكارت عندنا طاح. برج السرطان راح يكون على الأغلب من مدينة أخرى أكبر من مدينتكم، مجاورة لكم، قريبة منكم، من نفس الدولة ولكن أكبر منكم، زين، من عائلة أيضا كبيرة ومرموقة، وحتى المدينة نفسها جدا كبيرة. أنتوا اللي راح تكون مدينتكم أصغر، أو على الأقل مدينة مهيمنة أكثر، مهيمنة أكثر، إما مثلا في البزنس، أو مهيمنة أكثر في 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 عدد المستشفيات. المكان اللي يأتي منه عندهم هيمنة في شيء معين، مثلا كل المستشفيات والأطباء الجيدين في منطقتهم، أو كل الأسر الكبيرة الغنية العريقة موجودة في منطقتهم. أنت تكون تأتي من منطقة أقل منهم في توفر مثلا المستشفيات، أو أقل منهم سكنيا، أوكي؟ منطقة مثلا منطقتك برج السرطان غالية، منطقتهم تكون أرخص في الامتلاك المنزل أو العكس.